في هذه الوثيقة المسربة ضمن وثائق البنتاغون التي سربت أخيرا ظهر اسم الدرون الروسي الثقيل بمحركين سيريوس، وهذه هي صورته من إنتاج الشركة الروسية كونستات. واشارت هذه الطائرة من دون طيار بفعل التسريبات هذه ضمن ملخصات استخبارات رئاسة الأركان الأمريكية، وقد دخلت حقل التجريب هذه السنة يوم 27 فبراير. وهذه المعلومة عادية، لكن هذه الطائرة من دون طيار سيريوس من التطويرات الأخيرة، لأول مرة جرى الحديث عنها في 2019، وفي 2020 عرضت للجمهور، وإنتاجها بشكل مكثف بدأ في دوبنا قريبا من موسكو. وبعدها لاحظ الجميع سيرجي سيروفيكين الذي قاد القوات الجو فضائية حين أكد دخول هذا الدرون في الإنتاج هذه السنة، أي إنتاج هذا الدرون في 27 فبراير. وهذه الطائرة من دون طيار لها صورة عادية، ايروديناميك عادية للغاية، وجناح على اليمين وعلى شكل في اللاتينية. موجات الراديو عن مسافة سيكون لها دور هام بالنسبة لهذه الطائرة من دون طيار، وبالإضافة إلى وجهها الاستخباري المعروف يمكن أن تكون مستقلة بمساعدة من الأسلحة التقليدية واستخدامها العالي لها، ويمكن أن تصل في نسخة هذه إلى نصف طن، وهذا الذي عمل على إثره البنتاغون استفسارا مباشرا حول هذه الأهمية في دخولها إلى ما سمي بحقل العمليات. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. هل مسألة 27 فبراير 2023، هل هذا التاريخ هو تاريخ حاسم بالنسبة لهذا الدرون عندما دخل إلى خطوط الإنتاج، وكان مهما جدا أن يواصل هذه المهمة على وجه التحديد؟ إذن لدينا اعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول أن التجريب الذي حدث في 2019 لم يكن يعلم به الأمريكي. ثاني مسألة أن قضية التصنيع وتواجد هذا التصنيع قريبا من موسكو أيضا لم يكن يعلم به الأمريكيون. بقي الحال حول إعلان في 27 شباط عندما تأكد دخول هذا الدرون إلى خطوط الإنتاج. لا يهتم هؤلاء الذين يعملون في رئاسة الأركان، وهذه ملخصات لاستخبارات رئاسة الأركان، هذه ملخصات الذي سرب من استخبارات رئاسة الأركان الأمريكية من ميلي. على أي حال، إذن أمامنا هذا المكتب الذي يباشر مثل هذه الوضعية، وهذه الوضعية وضعية حساسة للغاية لأنها تجمع العديد من المعلومات. لكن في واقع الأمر ليس هناك جديد، شخصيا لا أجد جديدا على الإطلاق في كل هذه الوثائق، لأن التسريبات سبقتها. ولمن يتابع، أساسا هذه الوثائق نقلت وأيضا كشف عنها قبل أيام، يعني أن المقال الذي خلق منها الضجة هو مقال نيويورك تايمز، لأنه أراد أن يوقفها. يعني أن العملية كانت عادية للغاية بالنسبة لعشرات التسريبات الحادثة، وبالتالي فإن مثل هذه الاستخبارات، إن كانت هذه هي الوثائق بالنسبة للاستخبارات الأمريكية، فإن التقارير العادية بالنسبة للسي آي إيه قد تتجاوزها وقد تكون أكثر دقة منها. هذه زاوية. الزاوية الثانية أن المعلومات أغلبها عادي وسبق نشره، لذلك فبالنسبة لتأطير العملية على ضوء المعلومات العادية، هذا الذي يغلب فيه تماما رجل الحرب وليس رجل الاستخبارات. كيف؟ رجل الحرب لديه ميدان، الميدان هو الذي يتحكم في القرار، هو الذي يخلق القرار، هو الذي ينعكس على القرار. الرقعة هي التي تعكس
بالأساس ما يجب أن يقوم به أي جنرال أي دارس في الأكاديمية العسكرية. فهذه الخطط ظاهرة. وهناك أيضا بالنسبة للخيارات خيارات معروفة، وبالتالي فإن عندما تكون حرب تكون أكثر واقعية من أن يكون هناك رجال استخبارات ويمكن أن يصطنعوا روايات، ويمكن أن يعطي رجل استخبارات أوتوبيوغرافيا الخاصة وأيضا تاريخه الخاص. الأمر يتعلق بالحرب يختلف كل شيء. يضيع آنذاك رجل الاستخبارات أمام رجل الميدان، أمام الرجل الذي يمكن أن يربح الكيلومتر الحقيقي في الأرض الحقيقية كحالة الاقتصاد الواقعي مع الاقتصاد المالي المعروف البورصوي ككازينو. إذن الاستخبارات أيضا يمكن أن تصنع عشرات السيناريوهات وعشرات وجهات النظر والتقريب ورفع هذا التفصيل عن غيره إلى آخره. لكن في الحرب يختلف الوضع جذريا. لذلك في الحرب لديها أسس، ولذلك في رئاسة الأركان فهي تعمل على معلومات هي أقرب إلى الميدان وهي أكثر واقعية، وبالتالي فلم يكن شيء كبير جدا لمن كان يتابع الحرب. كان كل ما ذكر في وثائق سابقة، في تقارير سابقة أيضا أمام تسريبات أخرى قبلا. لذلك فليس هناك جديد بالنسبة للوثائق، لكن هناك إشارة أساسية إلى طريقة التفكير الأمريكي. هذا هو المخيف. رئاسة الأركان الآن ليس للمعلومات وإنما لطريقتها في العمل. فانكشف شيء خطير للغاية، كيف يفكر الأمريكي وكيف يدير الأمريكي. ليس مهما أن نضع اليوم سوى استبدال معلومات بأخرى، لكن استراتيجية واحدة، العقلية التي المفرزة لهذه الوثائق واحدة. وبالتالي هنا الخطورة، معرفة عقلية الغرب، وهذا قد يفكك أشياء كثيرة بالنسبة للروس. الروس لم يواجهوا الغرب، وأيضا الغرب لم يواجه الروس. وفي كل الأحوال فإن اليوم الوصول إلى معرفة ما هو السلوك الذي يجب أن يكون، ما هو السلوك الذي إن قمنا بهذا رد هذا الشخص بذاك، يعني أن ضبط رد الفعل. فهذا بالنسبة على الأقل للكثيرين كان غير مضبوط بالنسبة للروس، فكان الكل يستكشف الآخر. لكن مع ظهور هذه الوثائق هناك انكشاف أسلوب تفكير، ولا يمكن تغيير الأسلوب الغربي في الإدارة، في إدارة العمليات بأي شكل من الأشكال. إذن بالنسبة لهذا الدرون أهميته بدأت في 2019 وجرب أساسا في سوريا، ولم تتابع أمريكا أهمية مثل هذا الدرون. هذا الدرون لديه خاصيات عادية جدا، ولكن بالنسبة للتعامل مع الرادارات على وجه دقيق، وأيضا بالنسبة للعمليات الخاصة وأيضا في القصف، إذا هذه الدرون درون قاصف أساسا. نتحدث عن نصف في طن يمكن أن يصل إلى أي مكان ويمكن أن يوجه بطريقة هائلة. المسألة الثانية أن لدينا موجات راديو دائمة مع هذا الدرون. هذا يعني أن التحكم في هذا الدرون وعدم شروطه قد يصل إلى ما بين 80 و90%. هذا هو الامتياز الذي لديه. إذن لديه امتياز الارتباط الراديو بين العمل وما بين البنية التي تقوده، وأيضا في الاتجاه الآخر هناك امتياز حقيقي للغاية، بخصوص أن هذا الدرون سيكون مؤثرا في حال قصفه. يمكن أن تضرب فقط جزئية معينة منه، ويمكن أن يواصل حالة الملاحة العادية، وهذا شيء هام. كذلك بالنسبة للطيران على مستويات منخفضة، وهذا كله له أداء متقدم للغاية، لأن في كل ما يجري
هناك اعتبارات دقيقة حيث أن إعادة الانتشار بالنسبة لهذه الدرونات، وأيضا بالنسبة لفيلق من هذه الدرونات. هذه الدرونات، وهذا خبر خاص بأسرار شرق أوسطية، وصل حجم التصنيع لهذا الدرون 48 درونا إلى حدود هذه اللحظة. وهناك درونات سابقة قبل 27 من شباط فبراير، هذا للحسم في هذه النقطة 48 الآن لدى روسيا. وبالنسبة لدخول مثل هذه الطائرة في العمليات، هذا سيكون في اللحظة الهجومية، في لحظة هجومية، ويمكن آنذاك أن يصير معها الوضع التحامي، وهذا الالتحام ويكون منظم آنذاك يمكن أن تعمل هذه الطائرة بشكل جيد، لأن تحركها الديناميكي كما ذكرنا الأيروديناميك عادي بالنسبة لها، ويمكن أن تتجاوز الرادارات العادية. يعني لابد من الجيل الثاني والثالث والثالث فما فوق للتمكن من هذا الدرون. وأهم من كل هذا أن إمكانية عودة هذا الدرون تصبح أكثر بكثير. لهذا فإن مسألة الملاحة بالنسبة لجناح أيمن زائد في، هذا يعني الكثير بالنسبة لتقدم هذا الدرون إلى أغلب نقاطه. ولذلك فإن سيريوس حاليا مؤهل أن يكون تماما في القرم، يعني أن إعادة الانتشار الذي أراده تماما الروسي يمكن أن يكون في خطوة أولى في القرم، لأن من المهم جدا حماية هذا الدرون للطريق الهام للغاية ما بين كل من الجزيرة وما بين ماريوبول. وخذوا مني هذه، فإن إمكانية أن يكون الهجوم الأوكراني المضاد يمكن أن يباشر على قطع هذا الطريق بين ماريوبول وما بين الجزيرة، وأنذاك يمكن فصل الجيش هنا عن الجناح الآخر، وهكذا يمكن أن يكون الهجوم المضاد. وهذا الهجوم الذي أراده الآن الأوكرانيون ما بعد الصيف، أي في الخريف. ولماذا الخريف؟ كي يكون الخريف وإجراؤه القتالي، وبعد ذلك ينزل الشتاء، ويمكن آنذاك أن تتوقف حركة تغيير الخارطة، ويمكن في الشتاء القادم أن تكون هناك مفاوضات. على كل حال هذا تفكير بالنسبة لكييف، ومهم جدا أن نؤكد أن أخطر منطقة لفصل الجيش الروسي إلى قسمين هو ضرب هذه المنطقة ما بين ماريوبول وما بين الجزيرة، وهذا الذي الجزيرة أقصد القرم. ولذلك فإن مثل هذه الخطوة هي الخطوة الأهم، ولا بد من استراتيجيات دفاعية في هذه النقطة على وجه دقيق، لأن هذه النقطة حاسمة إلى أبعد حد. ولذلك فإن انتشار مثل هذه الدرونات لا تسمح في أي مواجهة أن تكون برمائية على وجه دقيق، وأيضا بسلاح الجو كل هذا يمكن تجاوزه. وبالتالي فإن الإنتاج المكثف لمثل هذا الدرون الذي وصل إلى 48 الآن، ويمكن أن يصل في نهاية الصيف إلى حدود 200 إن كان مثل هذا، وأيضا بالنسبة للدرونات الأخرى فمن الصعب جدا أن يكون هناك تكتل قريب بين ماريوبول وبين الجزيرة جزيرة القرم. وهكذا يمكن تجاوز هذا السيناريو الأصعب على الإطلاق، إلا إن بدأ الأوكران بالمجازفة من الآن باتجاه خلق المفاجأة الاستراتيجية. من خارج هذه المفاجأة الاستراتيجية فصعوبة كبيرة في إيجاد مفاجأة استراتيجية أخرى، لأن الكل كشف تماما في الوثائق، وهناك صعوبة في الهجوم المضاد كما أكدت وثائق التسريبات لاستخبارات البنتاغون. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.